الحقيقه الجميع كان في استقبال الشيخ احمد ابراهيم زي ما حضراتكم شايفين، من اول الكابتن خطيب وكل الحقيقه اعضاء مجلس الاداره، الاستاذ محمد الجرحي، حتى عشان انا نسيت اقول ان هو موجود كابتن سعد عبد الحفيظ، كابتن محسن صالح، عدد كبير جدا جدا من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي او كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وعدد كبير جدا من محبي النادي الاهلي. يعني يمكن جماهير النادي الاهلي عرفتك يا شيخ احمد من خلال مباراه الاهلي وبيراميدز في السوبر اللي اقيمت في الامارات، احكي لنا بقى القصه. والله انا على طول يعني حضرت كام مباراه في الامارات يعني، وقبلها حضرت في القاهره هنا الاهلي والترجي، الماتش اللي كان الأهلي والترجي. اللي كان العوده فيه بتاع انرامو. لا ده من زمان، انا بحسب الاخير 2010. 2010 ايوه اوكي 2010. انا حضرت بقى اللي هو الذهاب اللي كان 2-1. كان احمد فتحي ومحمد فضل لما جابوا لنا الجونين. ايوه فده الماتش الوحيد اللي حضرته هنا بقى، يعني ايه عجبني موضوع الجمهور وكلام من ده. في الامارات بقى الامور ده كان قبل ما تسافر. في الامارات الامور بتكون اسهل شويه. اوكي. المسافات يعني قريبه شويه يعني، وفي مجال يعني. فحضرت انا في العين قبل كده برضو السوبر اللي قبل ده. اوكي. وحضرت في استاد محمد بن زايد قبل كده كمان سوبر 2017 او حاجه. ايوه. كان اهلي وزمالك اللي كان ضربات الجزاء. ايوه. فمتعود يعني على ان انا كسبناهم كلهم. للاسف بتاع ضربات الجزاء مش مشكله. طبيعي يعني. لكن الغالب الحمد لله يعني كان مكسب. الحمد لله. وانا متعود يعني اللعيبه كمان لما بتكون موجوده في معسكرات في دبي او حاجه لازم بنروح بنزورهم ونسلم عليهم. بتزور اللعيبه في طبعًا. في الاوتيل. طبعا. اوكي. والكل بيستقبلك برضه؟ لا محترمين كلهم بصراحه، هو يعني كلهم بشوشين وناس متواضعه محترمين يعني. ايوه. وانت بتبقى بتتفرج على المباراه، يعني احنا دايما لما بنيجي نتكلم بنقول ان انت بتتفرج على المباراه من خلال الكاسيت او من خلال الراديو بيبقى موجود معاك. نعم. عايز اعرف برضو بقى، انا عايز اسمع منك رؤيتك الفنيه للاهلي. يعني انت دايما اكيد بتسمع مباريات الاهلي كلها. انا متابع الاهلي على فكره. يد وطايره وسله كله وخلق. طيب حلو جدا. فمش السنه دي مبسوط من اليد والسله والطايره وكله. الطايره شويه الطايره شويه مزعلانه. تمشي ان شاء الله بقى، بس فرحونا كتير قبل كده فتمشي. الله ينور عليك. ده مفرحنا بقى لهم 20 سنه. كانوا مسيطرين. هو اخر سنتين بس اللي ممكن شويه، وده طبيعي برضه. وطبيعي، وان شاء الله مجلس الاداره خلال الايام القادمه، يعني الامبارح ولا اول امبارح تم الاعلان عن كل الاسماء النشاط الرياضي، وفيما يتبقى كرة الطائرة رجال هيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة إن شاء الله. خلي بال حضراتكم وخلي بالك يا شيخ أحمد، هو إحنا لسه لم يتم الإعلان لأنهم يعني عايزين يجيبوا أحسن حاجة وأفضل أكيد حاجة موجودة. أكيد طبعا. فأنا متابع بقى من زمان يعني. مثلا من 95 96 كده. أنت عندك كم سنة يا شيخ أحمد؟ طب جرب كده توقع كده. أقول ماشي 29. لا كده مجاملة كبيرة دي، يعني هو 36 ولا حاجة. 36 ولا حاجة، ماشي قد يعني. بس زميل طبعا. لا انت اصغر شوية. انا 48. لا انت 35 لسه. 36 كنت بلعب كورة، خلي بالك. متابعين. انا كنت بصراحة مبسوط منك، بس كنت بزعل منك في ماتشات حرس الحدود بصراحة بقى لما لما رحت بقى مع اسلام رمضان وكده. واسلام انت اسكندراني ولا ايه؟ لا لما لعبت جنبه يعني. لكن انت متابع يعني تقصد كرة القدم كلها. بس يعني نمشيها مش مشكلة يعني. بعدين انا اللي لعبت جنبه هو اللي لعب جنبي، ده هو اصغر مني بكتير. اكيد. اتفضل يا شيخ احمد. فانا متابع الاجيال كلها بتاعت الاهلي من السن ده كده. فعاصرنا بقى كل حاجة. الاربع سنين بتوع اول الالفية، وبعدين من اول ما مستر مانويل جه كمان، والفتره الجميله بقى بتاعتي. كنت انا في الكليه بقى، ضيعتوا علينا محاضرات كتير بسبب الماتشات اللي كانت بتاع اليابان والصفاقسي. طبعا كنت بتروح 9 الصبح. كان عندنا محاضرات. لا كان محاضراتنا الظهر محاضرات، لكن الماتشات كانت بتبقى هنا في مصر الساعه 9 الصبح او 10 الصبح حاجه. لا انتوا كنتوا كان عندكم كمان ماتشات 12 ونص وواحدة وحاجات من دي. كنت بتسيب المحاضرات وتسمع حتى ماتش الصفاقسي كان نفس الموضوع يعني. احنا خدنا بريك. عملت ايه طب في الصفاقسي ده لما ابو تريكه جاب الجول؟ والله بص انا مش عارف. انا تقريبا كنت قاعد وما اعرفش بقيت فين يعني. ما تعرفش اللي حصل ايه بقى حواليك؟ ما اعرفش بقيت فين. هو فجاه جون، ما اعرفش ايه اللي حصل. كنت فين يا شيخ احمد؟ انا كنت في البيت. في البيت عندك؟ انا غالبا لما بسمع حاجه زي كده
كنت ايما برضو مش كبير قوي يعني كنت لسه صغير طبعا فقعد مع نفسي بقى انا يعني الماتشات المهمه دي بتلاقيني ايه متوتر قوي اوكي لذلك انا احب على فكره يعني لو في ماتشات مهمه زي كده احب اشوفها في الاستاد يعني لما تكون في وسط الجمهور بتبقى اهدى شويه الدنيا بتمشي بتبقى اهدى شويه لكن لما تبقى تسمع بقى في البيت وكده ومتابع بتبقى مشدود ومتضايق وخايف وكده لكن بتبقى براحتك اكتر يعني في البيت برضو في الاخر هتبقى لا انا بحب في بحب صح. المدرجات برافو عليك والله بحب المدرجات انما في البيت دي بتبقى على اعصابك اكتر بتحس يعني بصراحه يعني جمهور الاهلي كمان يعني يطمن يعني على رايك بتحس ان في بتحس انك ايه في ناس بتكلمك عن متفائله حواليك وناس كذا وناس كذا فتحس انك مغير شويه لكن قاعد في البيت انت بتفكر في حاجات كتير ايه اللي هيحصل طب ممكن ايه سيناريوهات كلها بتيجي في دماغك يعني طب يا شيخ احمد انت برضو فتحت لي سؤال بما انك متابع لكل البطولات 2006 2020 2023 انهي احسن بطوله بالنسبه لك والله هو الثلاثه احسن من بعض هما على فكره هما الثلاثه دول عندي اغلى ثلاث بطولات يعني لان كل واحده فيهم مرتبطه بظروف خاصه بيها يعني فيعني مثلا 2006 دي احنا خلاص احنا رغم ان احنا كنا كويسين قوي واتصدمنا بالجون اللي جه فينا في مصر تعادلنا 1-1 بالتعادل ده وبعدين تحس ان في الماتش اللي كان هناك انت عمال تضيع وفلافي وكور في العارضه والحارس عمال يشيل وتحس انك ايه انت ماسك الكوره مفيش حاجه وتاخرت قوي فتحس انك يعني ايه ما خلاص بدات ايه تيأس كده 2020 دي بقى كانت يعني بصراحه قصه كبيره يعني كنت متفرج عليها فين 2020 في البيت برضه اوكي دي كانت في البيت كنت متفرج على النت وبعدين انا قبل في المواقع سابقه شويه جابت لي قال لك في جون تاني طب جون تاني لمين انت عارف بقى الكام ثانيه دول يعني عدوا مش عايز اقول لك يعني طب الكره كانت معانا طب راحت مننا ولا كملت معانا واخد بالك بس لما جه الجون بصراحه انا ما نمتش في اليوم ده فضلت مبسوط لان احنا كان في ضغوط شديده علينا في ولو تفتكر يا كابتن كان في ثلاثه كورونا منهم اليو ديانج ايوه صح وكابتن وليد سليمان صحيح فتحس ان برضو كانوا برضو اليو ديانج شويه هم كان عندهم ثلاثه بس احنا يعني لو تخيرني لا انا ديانج عندي بكتير يعني فكانوا وكان فارق معانا قوي والكره اللي كانت قبلها بتاعه الشحات اللي ضاعت حسين الشحات اللي ضاعت اللي جت في العرض دي برضو تحس ان انت ايه يعني برضو سيناريوهات عماله تاخدك وتوديك كده بغريبة انما البطوله الاخيره دي على فكره 23 على انا بجد يعني مش كلام على فكره حتى اتعمل معايا مداخله من القناه هنا الاستاذ احمد سمير تاني يوم السوبر فبنتكلم على البطولات قلت له على فكره والله افريقيا في المتناول احنا اقوى وكنت دايما اقول لهم الرجاء اقوى من الوداد اوكي يعني انا يعني شويه ان انا متابع شويه فانا كان انا يعني ده كانت قناعاتي ان الوداد الرجاء اقوى الرجاء اقوى من الوداد طبعا على كل يعني يمكن بس الوداد عنده الباكين يعني هم احسن ما فيهم لكن كفرقه يعني احنا اقوى على كل الاهلي اقوى من في افريقيا حاليا ان الاهلي هو الاقوى حتى والله لما جه فينا الجون في مصر انا زعلت بس ان احنا ضيعنا كور مش زعلت ان احنا جبنا جون ان جانا فينا جون يعني لكن كنت متاكد وكان عندك لا خالص والله حتى الماتش الثاني لما تقدموا علينا ووقت بيضيع وكلام من ده أنا كنت هنا خالص والله كنت هنا ولا في الامارات لا كنت في الامارات اوكي كنت قاعد مع ناس اصحابي اوكي ومش عاوز اقول لك يعني انا في اول الماتش والله قلت لهم كلكم اهلاويه طبعا ماشي في اول الماتش كان في فاول لعلي معلول فقلت لهم ان شاء الله عبد المنعم هيجيب النهارده والله العظيم والله هو كان سبحان الله هكلمك بقى بعد كده في الماتشات دي على في كل الماتشات نكلمها لا يا سبحان الله هو لاعب مجتهد ومحترم هم كلهم بصراحه يعني وكلهم تعبوا السنه دي فربنا كافئهم اكتر حد بتحبه بيه وتقوليش